أكبر. وده قيادة الجيش. الله أكبر. أنا في يد الدعم السريع. الله أكبر. الله أكبر. منصورين بإذن الله. منصورين إن شاء الله. الله أكبر. إن شاء الله. حنان. الله أكبر. حديد بعد كده منوزع. حديد كله ده عقل برهان. اسمه. عقل برهان. الله أكبر. كل حديد البرهان. الحديد ده بعدين نوزع للمساكين. ها. على المساكين. أيوة. كل حديد البرهان. أكل حقهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. برهان. الله أكبر. باقي نسمع؟ غزالي؟ أنت عارف ديك؟ ديك القرار حقني يا وطن. ديك جبت الكعيرة دي. كويس باقي. تقل تقل. هذيك شارت ليكو في السيتا. مبروك. هاي أرى طوالي. الله أكبر. بارك الله فيك. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم مساعد عبد الكريم قريش يعقوب دعم سريع. نحن الآن في القاعدة الجوية بتاعة جبل أولياء. قاعدة اللهم صل على سيدنا محمد النجومي. قاعدة النجومي نحن حشيناها من أول يوم من أول يوم. استلمناها طيارات طقمات استلمناها من أول يوم وقاعدين فيها. والآن البرقان والشفن حقت الطمر وكسر وكل نحن مستلمين ومستلمين. ونحن ما كان دارين نحرقها لكن دارين نوريهم الصراح عشان ما يكسروا منكم الناس. نحن مستلمين القاعدة من أول يوم. الطيارات نحن استلمناها من أول يوم. أربع طيارات دخلوا في الفندق، ودي ثلاثة وحدين في مرة لهناك. وواحدين سواقين ميتين فيهم جوا، وعندهم واحدين ثلاثة كابتن كسرناهم، استلمناهم حيين. جي سلموا نفسهم واحد موجود جوا الطيارة. كويس؟ جي كلها طيارات. ونحن ما دارين نحرقها، أنا في نحرقها عشان الكذب ما يضر المواطن وكل نحن عملنا وعملنا فيه. دي قاعدة بتاعت النجوم. في أكثر من 50 طيارة. وفي أكثر من 200 دبابة هذيك تكون. كلها دبابات في كلها دبابات حية وبعد نحن ما دارين نحرقها لكن دارين نحرقها عشان عشان ما يكذبوا ما يضروا الناس يضروا المواطنين يقولوا نحن مسيطرين في القاعدة بتاعت النجوم ونحن مسيطرين من أول يوم لو كان دارين نحرقها كان حرقناها لكن ما دارين نحرقها دارين نوريهم الصح في طيارات ودي كلها في كلها طيارات حية وطيارات مراقبة وأكثر من 100 عربيات مسروقة بإيدينا عشان ما يكون نحن مسيطرين طول العمر. الآن نحن في قاعدة النجوم. الآن في تاريخ الآن الاثنين الساعة 11:30 بالضبط الآن الساعة الآن يوم الاثنين 17 أبريل الساعة 11:30 الكلام ده الآن في قاعدة النجوم. عشان ما تقولوا كيف الناس يقولوا كذا بالدليل على ذلك أخونا أحمد الدلال يا أخوي واتقيكم أكثر. عشان ما يجي يقول لنا احنا عملنا وكذب علينا. تفضل يا اخونا احمد دلال اكد لنا الكلام. السلام عليكم ورحمه الله. اخونا كنا قائد النجومي قائد جبل اولياء قائد القائده كنا نستلمنا في طيران قائد من السلمين في طيرانات مسكين القائده حتى تزورهم بروح المستلمين والمستلمين ما في ذنب ترى احنا صادرين عن الوضع كله وقادرين نصد اي تحركات حقاتهم قادرين على اي حاجه ما يجيب واحد يعرف يجرب في المخزن يعرف في الدبابه اكثر من 20 دبابه هي اللي مغادره يعني محلل غير الواقع في كافه الاقسام لعلة النبيلة قلة القاعدة الجوية النجوم جبل اولياء الله اكبر النجوم جبل اولياء الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله الله اكبر ده اخونا دلال التاريخ ده 200 يا احمد دلال التاريخ الليلة الآن الاثنين الاثنين الساعة 11:30 الآن يوم 17 17 أبريل الليلة حاليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الابطال قوات الدعم السريع من هم ولاة قلب دارفور الجنين الله اكبر خلينا منصورين بعون الله ان شاء الله شهاده يا نصر الله اكبر كل الولايات وكل المحليات الله اكبر 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 هاي ما جابكم يا شنوتو وغايتكم منو ويتوجهكم بالله ها؟ ما توجهتوا
بس ما تجري وكم قعدت كم طلع ابو تهدي اقول لي مجروح متحمله قاعده ها قلت لي جابك شنو؟ يعني موضوع حزم؟ انت قلت ثلاث يوم بالدوله موضوع حزم؟ لا لا اثنين دخل في جينا ثاني يوم هو طوالي ها وجاكم يا تو قايدكم منو؟ قايدنا اخي اسمه مولى الدين ده قايد الكتيب هكذا لي جابوا ها؟ حزمي 16 اصلا ثاني ما تنقلت من هنا لما الفجر من هناك كده غيره مثلا الكلام ده ما حاصل؟ ما حاصل ما حاصل كلامنا جاب احنا كلنا تلفورين ما حارب بلد كان احتمال الصار غيره احتمال الصار الراديو شيء بسيط واصلا عرفتوا ان شاء الله قدامكم ها الغايد يبشركم اي حاجه دايرنا بلبها لهم نحن انتوا ناس اخواننا ونحن اخوانكم احنا كلنا ابناء شعب واحد عرفت الكلام ده زول بيضغط عليكم ما في زول بيضربكم ما في انتوا ناس اسيرين وفي ايد امين يا نمى بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله والحمد لله استولينا على الصواريخ ما معروف الصواريخ دي احنا ما مرت بينا باليستية ولا الصواريخ دي شنو يا جماعة الصواريخ المصرية دي شايفينها يا جماعة دي كل الصواريخ ما عارفين يا تو صواريخ والله يا جماعة شايفين صواريخ والله مداها كبير شديد شايفين الصواريخ دي ما عارف بتاعت الميج ولا دي بتاعت مسير هنا براها صواريخ عابرة براها كده بس فكوها بالباتريوتات ولا شنو شايفين يا جماعة ده الصاروخ الأول نبدأ نحسب معاكم بسم الله ده الصاروخ الأول واحد ده الصاروخ الأول شايفين ده الصاروخ الثاني ده الصاروخ الثاني ده الصاروخ الثالث ده الصاروخ الثالث يا جماعة ده الصاروخ الرابع ده الصاروخ الرابع نسأل الله السلام والحفظ للبلاد والعباد إن شاء الله